رقم كده لا في استحالة الاول. والله استحالة اسال الكابتن عبد استحالة القاهر هو استحالة. اللي قال لي خليني اقول في الاول، لحضرتك، قال اتقال رقم في الاول يعني. بس عايز اوصلك اتفضل جزئيه ثانيه. اتفضل. انا بقى سياق الحديث كله بقول ايه، ده بالعكس، ده انت ممكن تاخدها بشكل مختلف. انا كنت بقول ساعتها ان زي ما احنا حيينا نادي الزمالك في الدور الاول وكان متالق، يحسب للكابتن الخطيب لوحده، ما كانش في لجنه تخطيط، يحسب للكابتن الخطيب المفوض من مجلس الإدارة. مجلس الاداره بشؤون كرة القدم ان هو جاب صفقات رجعت للنادي الاهلي تاني الدوري والهيبة، والنادي الاهلي ابتدى الدور التاني بشكل مرعب. ليه ما تقولش ان لما يكون حتى حسين الشحات ب 170 وحتى رمضان ده، بالعكس ده انت بتصرف لارضاء جماهير بس النادي لكن هي الاهلي مش الحقيقة. والقوه وتفر لا لا الرقم بس هي مش الحقيقة يا يا كابتن. حبيبي. لا معلش يا كابتن، هوصلك الرقم جزئية تانية. اتفضل. عايز اقول ان وانا بقولها او احنا بنقولها الاستوديوهات كلها، احنا ما عندناش ارقام معلنه، تمام؟ فانا كنت بقولها حتى من باب ان النادي الاهلي بالعكس عمل حاجه كويسه، فكره ان انت تطلع فلوس وتصرف في وقت عايز تلحق بيه الموسم، دي حاجه اتحسبت للنادي الاهلي واتحسبت للكابتن الخطيب. وحتى طبعا خد بالك، وانا حييت الكابتن الخطيب عليها كتير، بس هو الجماهير بتبص للجزء بس السلبي، لكن في حاجات كتير جدا 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 بقولها على النادي الاهلي يعني فظيعه، بس طبعا الناس يعني هتاخد السلبي بس. بس يحسب للكابتن الخطيب برضو ان هو لحق نفسه ولحق النادي الاهلي وجاب صفقات بقى حمدي فتحي ومحمود وحيد ورجع اجاييه وجاب رمضان وحسين الشحات وجيرالدو، كل الصفقات اللي جت في يناير. في يناير في يناير ابراهيم جابت النادي الاهلي وخدته وودته، خد الدوري وودته في عروض مختلفه وفي مكان مختلف وبقى يكسب مستريح. دي قصه مثلا احنا ما بيكونش عندنا ارقام معلنه. طب يا كابتن لو ما عندكش ارقام معلنة.